كل هذه الجرائم ما كانت فيها تحقيقات موضوعية ومستقلة، ولكن من سهل جدا أننا نشير للقاعدة ونشير لداعش، واللي يدخل في سجون وزارة الداخلية يعني انتهى أمره. في بعض الأحزاب السياسية تدير سجونها الخاصة، انتهاكات وجرائم ترتكبها قوات أمنية تابعة للحكومة وميليشيات موجودة في العراق، أي مصلحة أممية في التغطية على هؤلاء؟ الوضع اللي صار في الموصل، الجرائم اللي ارتكبها الحشد الشعبي فتحسب على الأطراف الأخرى، خلات المهمة الأساسية الدستورية للجيش هامش التو، وصبحت الميليشيات صاحبة المهمة الأساسية بتحرير العراق. أنا ما أفهم هذا الوضع الحقيقة. الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في البعثة الأممية في العراق طاهر بومدرة ضيف الحلقة القادمة من برنامج لقاء خاص.